أعلن وزير التجارة العراقي محمد العاني نجاح تجربة البطاقة الإلكترونية بعد تجربتها في العاصمة بغداد، وأكد العاني أهمية البطاقة الإلكترونية ودورها الكبير في مكافحة الفساد وفي تنظيم آلية المستحقين لمفردات البطاقة التموينية. قبل أيام افتتحنا مشروع البطاقة الإلكترونية، أو بالأحرى مو المشروع، احنا افتتحنا المشروع قبل فترة، ولكن الآن افتتحنا الممارسة اللي هي بدأت في أحد أول مناطق التموين عندنا في بغداد في قطاع المتنبي، والحمد لله يعني هي تجربة ناجحة كانت. المواطنين أبدوا استعدادهم وتعاونهم مع المراكز التموينية، هذا طبعا العملية راح تبين لنا موضوع كلش مهم وهو القضاء على موضوع الفساد والأسماء الوهمية. تعرف احنا عندنا عوائل تسافر إلى الخارج وترجع، عندنا عوائل نازحة، عندنا كثير من هذه الأمور، الوفيات غيرها، كثير من الأمور اللي فعلا بدأت تأثر على عدد المستفيدين من البطاقة التموينية. فلذلك كانت هاي خطوة إيجابية أولى إن شاء الله لأنه في واقع البطاقة التموينية وتنفيذ البرنامج الحكومي اللي هو في طور إعداد ما هو أفضل للمواطن العراقي إن شاء الله.